حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير وليداتكم؟ ازواجكم الميمات؟ كلشي مزيانين الوليدات؟ اليوم فلوق جديد ونهار جديد، وهنبداو حياة جديدة ان شاء الله يا ربي. وكنقول لكم مبروك عواشركم، ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحة وبالعافية. اليوم حبيباتي انا جايب لكم الجديد ديال اكسيو، اللي غادي ان شاء الله يكون نهار اثنين ولا ثلاثه. مي البارح انا مشيت لاكسيو ولقيتهم دخلوا هادو، مي دخلوا يا البنات عيش سته، هكاك الباكيه فيها سته حطوهم، ولكن كل واحد مشاو. ولكن السيد اللي سولته قلت له واش كاينين، قال لي ان شاء الله يا ربي اما يدخلوا اثنين ولا ثلاثه غادي يكونوا. البنات فيهم هادو، فيهم الذهبي وفيهم الفضي، زوينين. ما عندهمش المرايه هنايا، عندهم عين قزدان. انتما البنات وصغيورين وزوينين، يصلحوا. انا شني قلت نقدر نعمل فيهم الشباكيه هنا في رمضان، وهنا نعمل تسميرات، اولا تقدموا فيهم لي بارفا ديالكم، اولا مثلا يكون عندكم ضيوف او لي شي حفله وبغيتوا تدوزوا اتاي، تفرقوا اتاي على الناس، كتعملوا الكويسات هنايا. كيجي بحال داكشي ديال اولا الكاطو تفرقوه، مثلا يكون عندكم الكاطو شفتي كيا ديال اكسيو هكا كتقدمي فيها، عاودتي عاد تهزي الصينيه تهزي في هذه. المهم صالحه لكل شيء، زوينه عجبتني اكثريه في الذهبي واعره يا البنات، واللي كيعجبو الفضي عاوتاني راه هو حتى هو زوين. هذا هو الجديد ديال اكسيو، رانا حطيته لكم البارح في اليوتيوب، قلت لكم راه غادي يدخلوا نهار اثنين ولا ثلاثه ان شاء الله يا ربي. الثمن ديالهم واش 8 اورو ولا 7 اورو، والله ما كنت عقله. غنحط لكم الثمن ديالهم في صندوق الوصف. وجابوا هاد الكويسات ديال النمل، ها صغيورين ماشي كبارين، جبت انا 4، وجبت هاد البريسلات ديال النمل حتى هما. انا العام اللي فات كانوا جابوهم، جابوا زليف كبار وجابوا الصغارين وجابوا الصغيرين مره، انا ما بغيتش حيت عندي كنت ديت منهم المره الاخرى، ديت زليف كبار ديت زليفات صغيرين. انا كنحتاج من التقديم، ملي كنكون باغيه ندير شي وصفات ولا شي حاجه كيعجبوني نحطهم في التقديم. جبت جوج بيصلات، مي كاينين جابوا الانواع بزاف من ديال هاد الزواقه، هادو عجبوني ملي كنكون كنقدم شي كاطو ولا شي حاجه، فعاود ليها تحطي في الكاس ديال العنبه، تحطي في هذا مع اسورتي، عجبوني جبتهم هادو. وهادي ديال حتى هي ديال اكسيو، هانتوما حتى هي عاوتاني البوبوشا في هاد الوريضات، هذا تحطهم في السلدوبات، عدلو الديكور ديال السلدوبات فيهم ولا تحطهم في الكوزينه. تما نقول لكم الثمن ديالهم في صندوق الوصف. جابوا هاد الكريمات، هادو مال البنات اللي كنتو شفتوهم ديال اكسيو، زوينين ورخاصين ماشي غاليين. جابوا جوج شكل، جابوا هذا وجابوا هذا الماسك ولا كريم. هذا الصابون كيتعمل في السلدوفا، انا عجبني غير الكولور ديالها والله عجبني هذا الكولور، قلت اش ما نحطوش في السلدوفا ديال الديكور. واحد صاحبه ديالي صديقتي عزيزتي راه عارفه راسها شكون، هدات لي هذا، جابتو لي الشاب ديال البيتزا. هانتوما ملي كنت كنعمل البيتزا حطها في الكوزينه، كنقول لك شكرا حبيبتي ناصره كنشكرك بزاف. كانت شرات جوج، جابت لي انا واحد خدات لي واحد. هادو ديال اكسيو، هادو جبتو من سيناهم، جبت جوج هادو، انا عارفه الثمن ديالهم 6 اورو الوحيده 6 اورو، جبت جوج.
انا جبت جوج وصاحبتي جابت جوج. هادو البنات ما كيصلحوش الا سوب ولا شي حاجه. هادو من تكونوا عاملين شي شيوا ولا شي حاجه وبغيتوا تقدموا لي سلطه كتقدموها هنايا، السلطه ديال مع الكروفيت مع هذيك انتما كتعرفوا الافوكا وديك الشيء. فاوتا تعملوا الطبسلات كتحطوه هنايا، كتحطوا جوج هكا، وحده هنا وحده هنا. من بعد تشوفوني كيفاش نعمل لكم في التقديم. انا البنات كنوجد لكم الطابله ديال رمضان. انا سمحوا لي البنات، كنت وجدت كل شيء، حمرت اللوز، حمرت ديك الطحين، شريت المقادير كامله ديال الحلوى باش نبدا معكم الشباكيه وندير لكم سلو باش نقدم لكم نوريكم الطابله ديال رمضان. حيت البنات كيقولوا لي فين ما حطيتي لا الشباكيه لا السفوف لا حتى شي حاجه. انا نقول لكم البنات علاش ما حطيت شي. انا واحد الاخت صاحبتي وعزيزه عليا توفات لي في المغرب، توفات مسكينه نهار السبت. كنرحم عليها وكنستفت لها الرحمه وربي دخلها الجنه يا ربي، والله يرحمها ويوصلنا بها مسلمين يا ربي يا ربي. ودعوا معها يا البنات، مراه مؤمنه بزاف، بقات فيا بزاف والله ما قدرت نعمل حتى شي حاجه حتى اليوم والله الا عاد قدرت نوض باش نحط لكم هذا الفيديو ما قدرتش. وشريت هادو عاوتاني من سيناء ام انتوما نو يا ربي، هادو ماشي من سيناء ام، هادو من عند انا نحط لكم الادريس ديالو هنايا واقيلا ها هي بلاتي. ها هادي هي الادريسه ديالو في سان غيدو. ملي كتخرجوا من المترو كتهودوا بحال اللي غادي للكنال، كاينه تما كيبقى السوسي، كدوزي على يدك السوسي كيبقى على اليد اليمين وكتزيدي تزيدي شويه كتلقاي المكازا ديالو. هذا شريته من عندو ب 25 يورو، زوينه عجبتني بزاف. هادي هي الادريسه ديالو، ها انتما كاينه في البيض وكاينه في الكحل. انا عجبوني علاش؟ حيت جبت السبيره وجبت الزلايف كلهم في هاد في البيض وفيهم هاد الشريطات هكا دابا اللي خارجه هاد الزواق هاد الرخام. ملقيت هادو عجبوني، مع انا في رمضان كيعجبني ندير ديك لي سلطه ديال لي فخوي بحال البنان بحال الافوكا بحال الاناناس بحال بحال التفاح وداكشي كتقطعيه وكتعمليه في الفريكو حتى كيبرد. ملي كيقرب الفطور كتعمريها في هاد الزليفه وتتقدميها كل واحد ديالو، ولا تقدري تاكليها في السحور الا بغيتي تاكلي شي حاجه خفيفه تاكليها في السحور كيبرد عليك وتقيلي عندك تقيلي صايمه كتكوني مزيانه عندك لا فورس. هادو عجبوني وشريتهم بالمعلقه ديالهم هانتوما عجبوني، قلت علاش ما نديهمش. الثمن ديالهم مقتصح شويه ولكن بهذا البلاطو بكلشي. ولا البنات هادو هما المشتريات ديالي هاد النهار، قلت علاش ما نشاركش حبيباتي. والبارح يا البنات كنت مريضه بزاف والله، كنت كنقول ما غاديش نصبح اليوم. دازت عليا واحد المرضى البارح ما عندي ما نقول لكم على داكشي، ما حطيتش لا هاد الفيديو راه كان خصو يتحط البارح وما حطيتوش حتى اليوم عاد كتبت. وسمحوا لي البنات، وكنتمنى الله هاد الفيديو يعجبكم ويكون في المستوى. وكنسلم على الميمات كاملين، كنسلم على الحاجه رحيمو، كنسلم على البنات جدادي اللي تلاقاوني البارح، كنصيفط لكم التحيه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. كنقول لكم عواشركم مبروكه وكل عام وانتم بخير، ويدخل علينا هاد رمضان بالصحه وبالعافيه ويبعد علينا هاد الوباء، واللي مشجوع الله يطلق سراحه، واللي مرض الله يشافيه، واللي كيتمنى شي اميه الله يوصلها به، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها له يا ربي في هاد العواشر. وسمحوا لي البنات، وكنصيفط لكم التحيه كلكم، كل وحده كنبوسها كل وحده والاسم ديالها. صحاباتي والمتتبعين ديالي اللي كيتابعوني في اليوتيوب وكيكتبوا لي التعاليق الزوينين كنقراهم والله الا كان فرح وكيعجبني الحال. وانا الحبيبات ديالي مع عمري غادي نتخلى عليكم، وتابعوني ان شاء الله الشهيوات ديال رمضان غادي نعجبكم وغادي نبرعكم ديك الشيء اللي ماشي شي حاجه اللي تكون كبيره. عندكم عمل لكم ديك الشهيوات ما فيهمش المقادير بزاف
واللي يقدر يعملهم اي واحد يذوق الطويبله ديالو بالقليل ولا بالكثير. تذوقي الطويبله ديالك. يلا البنات تابعوني وديروا لايكات لايكات لايكات، قويوا لي لايكات وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحاباتكم. وانا دائما ما عمري غنتخلى عليكم، نتوما هما العزازات على قلبي. يلا البنات عليكم الميمات كلشي كنسلم عليكم. وتحيه للناس كاملين يا ربي اللي كيتبعوني، وهانتوما غتلقاو الاثمنه.